الكرة للأمام، محاولة ملعوبة والكرة على حدود منطقة الجزاء، محاولة جاستن، عنوان المباراة حتى الآن بتألق الرائع. هنا الكرة ملعوبة العرضية والرأسية لها، تنفض شباك خالد عيسى بكورة ما أجملها من جانب المنتخب العراقي، كورة رائعة 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 من جانب المنتخب العراقي، وهدف أول لصالح المنتخب العراقي. الحسين يضعها في المرمى ويعانق الشباك، بل يعانق الجمال قبل الشباك بهذا الارتقاء الرائع. هدف إذن لصالح المنتخب العراقي، هدف يرسم البسمة على المدرجات، هدف أول للمنتخب العراقي. هدف يأتي بعد طول انتظار، وهدف للأمانة نتاج السيطرة التي وجدناها طوال هذه المباراة، هدف مستحق أيمن حسين لاعب نادي الشرطة.